الذكريات. الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. الذكريات برنامج يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من الرسالة الفضائية المستقلة في حلقة جديدة في برنامج اتجاهات. واتجاهات هذه المرة إن شاء الله سيكون الحديث منساب ومتواصل مع الحلقة السابقة الخاصة باتحاد المهجر، والبيجيكم تحت عنوان اتحاد المهجر تحت المجهر. في هذه الحلقة هو بدينا لقاءاتنا مع أصحاب الشأن ومنعناهم بيان الاتحاد حديث النشأة اللي تم تدشينه في 30 أكتوبر 2021. معنا اليوم، نحن نعتز ونتشرف أن نلتقي بها، الأستاذة شريفة عثمان. أستاذة شريفة عثمان طبعا هي صحفية محترفة وكاتبة جيدة ومعروفة وناشطة سياسية، ولها صولات وجولات في هذا السفير، ولها موقف وطني مما تشهده إريتريا، أو موقف سياسي واضح مما تشهده إريتريا. وأنا اليوم استضيفها لأنه برضو باعتبارها كاتبة وصحفية وناشطة، وبرضو يعني قد يكون لها علاقة باتحاد الكتاب القديم، وما أعرف الجديد ده حنشوف هسه معاها. أستاذة شريفة مرحب بك في الرئيسات الفضائية المستقلة. مرحبا بك أستاذ أحمد شريف، ومرحب بقناة الرسالة للمرة الثانية طبعا. نعم. اتشرف بمقابلة من خلالك. شكرا. شكرا لك أستاذ. ورحب بالسادة المشاهدين. نعم، ونحن نرحب بك كمان والله أكثر. أستاذ شريفة، سمعت باتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر اللي عمره هذا الشهر؟ سمعتي بيه؟ نعم سمعت، يعني طبعا شفت التدشين او الاعلان عن التدشين، فهذه كانت اول مره لي يعني عشان يعني اسمع بحاجه زي دي، يعني ما في حد يدعاني يعني. فانا تواصلت طبعا معاهم مباشره بحكم انت سمعتي في لحظه التدشين ولا قبل التدشين؟ بعد ما خلاص هم يعني عملوا إعلان بيوم التدشين. طيب. الإعلان ده شفناه كلنا طبعا على صفحة الفيسبوك، يعني في اللحظة دي أنا عرفتها. جميل. طيب. قبلها كان في يعني في يعني تواصل من بعض الزملاء، خصوصا بعد ما أنا كتبت إنه سمعت إنه في مجموعة يعني مبادرة بعمل اتحاد. نعم، على صفحتك نشرت على صفحتك. نشرت على صفحتي بأنه في اوريدي يعني موجود في اتحاد كتاب وأدباء، ورئيسه أبو بكر كحال الأديب المعروف. طيب، هسه أنت فتحت لنا زاوية للنقاش. نعم. أنت لما نشرتي الكلام ده، أنه هل قلتي أنه يا جماعة في اتحاد سابق وفي اتحاد موجود يعني، وهل هذا الاتحاد هو امتداد ولا ما امتداد؟ شنو كان طبيعة المحتوى اللي نشرتيه وردود الفعل له كان شنو؟ طبعا انا وضحت انه يعني مثلا اذا كان الجماعة المبادرين هم كتاب، فعليهم بان يتواصلوا مع الاستاذ ابو بكر كهال، لانه اوريدي في اتحاد يعني موجود يعني على الارض يعني. واذا كانوا هم صحفيين، فنحن عندنا برضه مبادره اللي هي بتاعت رابطه الصحفيين والاعلاميين الإريتريين موجوده على الارض يعني، وتضم قرابه 600 و
و18 صحفي مقدمين لاتحاد الصحفيين العرب للحصول على اعتراف ويعني عضوية الاتحاد وكده. فأنا كتبت كده، فتواصل معي الأديب منصور حامد، فالشهير بأبو سما، وقال لي يا أستاذة عايزين نعرف يعني عن الاتحاد اللي أنت بتتكلمي عنه. وهو رؤيته إنه ما دام أصلا في شيء موجود على أرض الواقع، ليش ما نبني من هنا ونمشي لقدام، يعني نبتدي من النقطة 10 بدل نبتدي من النقطة 1. جميل. وطبعا أنا ما أتكلم عن بالنيابة عنه، لكن هو ده الكلام اللي قاله لي، وأنا وريته وطالبني بإنه ياخذ الرقم بتاع أبو بكر كحال، وأنا اعتذرتها واستأذنت صاحب الشأن وبعدين أعطيته من الرقم يعني. وتواصلت برضو مع عبد القادر ميكال، فشفت الحكاية غريبة يعني، لما هم بدوا العمل يعني شرعوا في العمل، يعني إنه أنا ما أكون من ضمن الصحفيين المدعوين للعمل ده يعني. فكانت دهشتي يعني كبيرة لما عرفت إنهم هم صنفوا الناس الموجودين في الساحة يعني خلال اجتماعاتهم. طبعاً أي حاجة بتتسرب يعني في الوسط، يعني ما في حاجة سرية يعني، فالكلام بيتسرب ومضمون الاجتماعات بتطلع. وأنا عرفت إنه أنا مثلاً مصنفة إني مثلاً جبهة التحرير، وإنه أنا ما مفروض أكون معاه، أو أنا ذاتي شخصية مثيرة للجدل يعني بتاعت مشاكل. نعم. طيب أستاذ جديد دقيقة عشان ما يقولوا لنا الناس دي قاعد يشخصنوا المسألة. المشاهد الكريم، من هو الذي يشخصن الآن؟ نحن ما حنشوف المسألة دي شوية حبة حبة. نحن كده فت المشاهد الكريم أستاذ الشريفة عن خلفية تاريخية عن الاتحادات اللي أنت سمعت بها وتواصلت معها، سواء كان الأستاذ كهال وله التحية أو الأستاذ عثمان على خير يعني يتمنى له الشفاء. فكده معرفتك عن الاتحاد سواء كان التابع للجبهة أو الاتحاد اللي مسجل في الأردن على تحت إشراف أخونا كهان، شنو الخلفية التاريخية اللي عندك له؟ طبعاً. وفي نفس الوقت عفواً الاتحاد بتاعت جمعية الصحفيين والإعلاميين. في الحقيقة طبعاً الحاجز بتاع يعني إنه يكون عندنا نحن كمهنيين نغابة كان عندي من بدري، ويمكن في داخل إريتريا أنا تواصلت كان مع مدير الدراسات مكتب الدراسات الاستراتيجية، وهو كان قال لي اللي هو أحمد حسن دحلي. دكتور أحمد حسن يكون... أنا أحيي والله أنا... دكتور أحمد الكلام بس نتكلم شريفة بدري قبل أول ما التحرير يعني كان ذاته لسه ما كان طلع قانون الصحافة يعني. بداية التحرير أو مسودة الصحافة في الحقيقة. فقمت سألت قلت له يعني كان طبعا المشهود إنه كان كل شوية والتاني يعني مجموعة تقدم ويطلع لهم اتحاد وجمعية وكده، إلا نحن ما كان في عندنا حاجة زي دي. فأنا كان عندي لقاء صحفي معاه وبعد انتهيت من المقابلة، فقمت سألته قلت له يا أستاذ إيش معنى نحن ليه ما عندنا حتى جمعية، ما دارين نقول اتحاد، لأنه كلمة اتحاد كبيرة شديد. صحيح. والاتحاد داخله بيكون في روابط وفي يعني مهن تانية بتكون داخل الفرعية، من مثلا يعني مثلا الكتاب المقالات، مثلا الروابط مثلا بتاعت ديل مثلا المنتجين الافلام مثلا في الاتحاد وحاجات زي كده يعني. نعم. ما الاتحاد ده بيشمل حاجات كثيره. فقلت له ان شاء الله جمعيه، قام قال لي ان احنا شغالين في مسوده القانون، وبعد ما يطلع قانون الصحافه اكيد حيكون فيه. وطبعا كلامه منطقي لانه الاتحادات دي اساسا
هي المفروض تكون يعني الدولة يعني بتدي فرصة لإنشاء يعني كل مهنة تكون عندها نقابة خاصة بها، وبيكون في مجلس الصحافة والمطبوعات هو اللي بيقوم بيعمل القوانين الخاصة بتهتم بالصحفيين، يعني مثلا من هو الصحفي، وبيكون في الغيد بتاع الصحفيين بيتم عبر قوانين وحاجات زي دي يعني. فكان كلام منطقي فأنا سكتت، لكن بعد كده المهم استمرت الأمور لحد 2013 لما كنت طبعا موجودة هنا برا خارج إريتريا. فقلت حاولت إنه أنا يعني أبحث في الموضوع ده يعني وأبادر به، فتواصلت مع عثمان علي خيري على أساس إنه نحن ليه ما نجدد عضويتنا في اتحاد الصحفيين العرب. أسي الأستاذ عثمان علي خير مسجل الاتحاد في اتحاد الكتاب العرب، ده الاتحاد التابع للجبهة. هم طبعا الجبهة كان عندها يعني عضوية في اتحاد الكتاب والأدباء العرب في الأردن، وكان عندها عضوية في اتحاد الصحفيين العرب. جميل. أوكي؟ وكان يعني الناس اللي كانوا بيكتبوا يعني تبع الإعلام في إطار الجبهة كلهم عندهم عضوية في داخل الاتحادات دي. كويس. فبقى منهم عثمان علي خيري، وهو كان يعني شكله يعني مشرف على اتحاد الصحفيين العرب. أوكي؟ جميل. ويعني زي تقسموا الأدوار. وأبو بكر كحال كان مهتم بموضوع الكتابة الصحفية، لأنه هو ذاته يعني في حتى في إطار الصحافة كان متخصص في الكتابة الأدبية، يعني في الصحف اللي كان بيكتب فيها. أستاذ كحال مش كده؟ أيوة، يعني على حسب ما أنا سمحت سيرته الذاتية في ندوة كان أنا معاه يعني فيها في ستوكهولم، و كتاباته كانت تميل للطابع الأدبي يعني. جميل. أكثر شيء يعني. فبالتالي هو كان مركز على اتحاد الأدباء والكتاب الإريتريين في الأردن، وكان يمشي برضو كان بيمشي في يحضر مؤتمرات إذا أقيمت يعني مثلاً زي في البحرين ولا الكويت وكذا. لكن نظراً لظروفه الصحية في الآونة الأخيرة هو اتوقف عن هذا النشاط. نفس الشيء بالنسبة لعثمان علي خيري، هو يعني ربنا يديهم الصحة يعني إن شاء الله أبعدوا المرض عن متابعة الاجتماعات والمؤتمرات في اتحاد الصحفيين العرب. فأنا في 2013 حضرت المؤتمر بتاع الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، وكان متوقع انه هو يمشي معايا يعني نمثل إريتريا، ولكن للاسف هو لانه يعني كان مرض الايام ديك ما قدر اتخلف عن الذهاب وكذا. فانا مشيت حضرته، وبعد ذاك عرفت انه نحن عضويتنا سقطت، لكن هم استضافونا يعني باعتبارنا نحن صحفيين وكذا. أيوة. يعني ما يعني مثلا قالوا لنا مثلا انتم ما عضويتكم سقطت يعني ما تحضروا المؤتمر وكذا. فانا حضرته، وهناك يعني دعمونا يعني الصوماليين وبرضه اتحاد الصحفيين السودانيين دكتور محي الدين تيتاوي ربنا الله يرحمه. وبرضو نغيب الصحفيين الأردنيين عبد الوهاب عسيلات، اسمه غريب شوية يعني معلش احتذر، المهم عبد الوهاب اسمه، هم دعمونا في داخل الأمانة، وما أنسى دكتور حاتم زكريا ونائبته رانيا علي، هم دول يعني أصروا بأنه لازم الصحفيين الإريتريين يكون عندهم وجود، خصوصا عندما علموا أنه نحن حتى في الوطن ما عندنا موجودين معاكم ولا بس الصحفيين؟ نعم هنا الكتاب موجودين ولا الصحفيين بس؟
حسي المعضلة وين؟ إنه طبعاً اتحاد الصحفي الكتاب أو الأدباء يعني تبع الكهال مكتوب يعني اتحاد الكتاب والأدباء والصحفيين الإريتريين. فأنا لما لقيته في 2017 هنا في ستوكهولم اعترضت على كلمة الصحفيين دي، فقمت قلت له يا أستاذ أصلاً ما في يعني حاجة بتجمع الاثنين مع بعض، لأنه كله مهنة وليها همومة، والصحفيين قد يكون فيهم يعني ناس تهتم بالجانب الأدبي وكده لكن ما كلهم يعني. إضافة لكده كمان نحن عندنا يعني المنتجين والمذيعين والمخرجين وإلى آخره، ده اللي يعني اتبعنا يعني، لأنه الإعلام المقروء والمسموع والمكتوب يعني سوري يعني الثلاثة، الإذاعة والتلفزيون والصحافة يعني. فهو أكد عليه كلامي وقال لي ده كان مرحليا، والوقت ذاك ما كان في يعني ما زي حسي يعني الناس يعني صحفيين كتار وكتاب وكذا يعني، كان الوضع شوية يعني المهن دي ما كانت متاحة كثير يعني. صحيح. أغلبهم كمان يعني صحافة وإعلام موجه تبع التنظيمة، وطبعا هما غلط يعني، طبعا الإعلام الموجه يعني موجود يعني في كل الدول وفي كل العالم، لكن يعني طبعا ده ما بيكون في حرية للصحفي، يكون عبارة عن موظف يعني بيمشي بالتوجيهات بتاعت الجهة يعني، وهو يعني بيكون بيعبر عن المؤسسة الشغال فيها، ما زي الصحافة نقول عليها مجازا يعني الحرة يعني. فديل شكلهم برا في الوقت ده كان الشكل الصحفيين والإعلاميين هم تبع التنظيم السياسي. نعم يعني كده. فهو قال لي كده كانت الضرورات يعني طبعا يبيحنا المحظورات يعني، كان الوقت ده كان عشان يعني لغلة، وهم ذاتهم اللي بيمثلوا الصحفيين ويجي تاني يمثلوا الأدباء، فعشان كده اضطروا انه يجمعوا طيب هسي عفوا الخلفيه اللي اديتينا ليها هسي تؤكد على انه كان في اتحاد الكتاب والادباء، وحتى لو دخل معاهم الصحفيين اليس كذلك؟ نعم. طيب كانوا مع بعض، لكن كانوا مع بعض في البيان، لكن انا اعترضت وهو قبل الاعتراض. نعم. واتفقنا على نقطه انه لما نحن نجمع الصحفيين والأدباء في جمعية عمومية مؤتمر أي شيء، نحن نفصل الصحفيين نفصل من الـ من الـ من الاتحاد دي، ويكون الاتحاد الكتاب والأدباء يعني منظمة مستقلة بنفسها، وما نحن قاعدين نجيب بدعة يعني. لما تجي تشوف كل الاتحادات الدولية والإقليمية تلقاها نفس الشيء يعني، ده البراهم وده البراهم يعني، ما في خلط يعني بين المهنتين. نعم. إلا إذا أنت تملك البراعة والمهارة والموهبة في المجالات يحق لك تنتسب مع الصحفيين ويحق لك تنتسب مع كفرد وليس كاتحاد. لا أيوة كافر. نعم. طيب أستاذ شريفة، في البيان ذكروا الاتحاد الجديد ده ذكر على أنه الساحة الإريترية ظلت ولفترة طويلة جدا نعم. ما شهدت كيان ثقافي مستقل يتيح الفرصة للمثقف والكاتب والأديب. الكلام ده في نص البيان موجود تاعت الاتحاد. أي أنا شفته وعلقت عليه. طبعا الكلام ده ما صح. ده يعني هم قاعدين يعملوا قفزة يعني كده ما عارفة ليه يعني. يعني الخلفية حقتها شنو، أول منطلق بتاعها شنو يعني. أنت لما تيجي تقول عبارة زي دي، يا إما أنت ما معترف بالناس الموجودة قاعد تعمل في الإطار، يا إما أنت مصنف ضمن أطر معينة وده غلط. أساساً أنت لما تيجي تعمل في نغابة لازم تعرف إنه النغابة دي حتلم كل الآراء والمعتقدات
ايديولوجيات yeah. انت مالك حق. وحتى هم ما من حقهم يجوا يمارسوا معتقداتهم دي وآرائهم وأيديولوجياتهم داخل الاتحاد. الاتحاد ده جوا هو عبارة عن خدمة للمهنة فقط. طيب أستاذة شريفة، لو سألك سؤال هسي واحد يقول لك يا أستاذة شريفة، باعتبارك صحفية وكاتبة وناشطة وعندك هذه الخلفية وقريت البيان اتحاد المهجر الجديد واللي بنناقشه وخاتنه تحت المجهر الآن، نعم. أهم ملاحظاتك فيها، ملاحظاتك حول البيان شنو؟ كده خلينا بعدين حنجي في فكرة التأسيس وطريقته وكده. هل استوقفك والله شيء ما يمكن أن يستوقف صحفي وكاتب وناشط يعني؟ أول نقطة أنا كنت أخذتها يعني اللي هي أنت ذكرتها الآن، اللي هي أنه الساحة خلط لفترة طويلة من أي كيان ثقافي. وأنا برفض الكلام ده، لأنه نحن عندنا الرابطة متوقف عملها لعدم يعني مثلاً أشياء معينة، مثلاً المغر، مثلاً كده، مثلاً كده، يعني التمويل إلى آخره، الاعتراف من الجهات الخارجية وليس الإريتريين، لأنه الإريتريين أنا زي ما وضحت عندنا 618. إذا الكلام ده غلط. ثاني من ضمن الحاجات اللي هم قالوها اللي هي إنه الاتحاد هدفه إنه طبعًا هو ما قالوا هم ما بيهتموا بالسياسة، وهدفه الأساسي إنه توحيد الجهود. إذا كان أنت بتصنف الناس، نحن أساسًا صرنا ضد الحاكم بتاعنا لأنه كثرت فينا التصنيفات. يعني تجي تعمل أي نشاط هو عنده تصنيفات محدد بها من هو الإريتري ومن هو الصحفي ومن هو المزارع ومن هو الكذا. فإذا المشكلة شنو؟ المشكلة وين؟ إذا كان أنت كصحفي يعني تجي تصنف الناس يعني بناء على التصنيفات أنت خدت، يعني إحنا ما عارفينها هي شنو، لكن ما دام أنت دعيت ناس معينة وخليت الناس الباقين معناتها أنت عندك. أنا بالعكس لما أسمع إنه في اتحاد تكون أو في شروع لتكوين اتحاد، ما جيت دي حرية شخصية، ما في زول يلزمني إنه أنا لازم أخش، وأنا كده أكون فقدت مثلا الحماية، فقدت مثلا حاجات كثيرة أنا مميزات ممكن أستفيدها من داخل الاتحاد. الأشياء الثانية مثلاً إنه الجهود اللي هم قاعدين يعملوا بها حددوها في أهداف يعني ثلاثة، أنا ما بشوف إن دي هي من مهام الاتحاد الكتاب. اللي هي شنو؟ اللي هي إنه مثلاً تنشيط المفاهيم الوطنية السليمة في الوسط الاجتماعي، تنشيط ولا هو شنو؟ أنا ما عارفة، نسيت الكلمة. وبعدين تشبيك والربط الاتحادات. تشبيك دي كلمة أنا توقفت فيها كثير، تشبيك يعني. هي أساساً يعني دعم العلاقات المفروض الكلمة. لأنه موجودة دي في كل الاتحادات مع عادية، لكن أنت أولاً أنت ما دعمت علاقاتك الداخلية في داخل وطنك مع صحفيين وكتاب زيك، يعني تقوم تنط على تدعم الاتحادات. وبعدين الناس اللي دعوهم كلهم يعني والله هم طبعاً صحفيين وليوم التحية وأي شيء وإعلاميين وكتاب محترمين، لكن هم ذاتهم يعني لو سألتهم يعني مثلا العضوية في دولكم يعني بتتم كيف، أكيد يعني لما هم يوروهم ما حيلقوا فيها أصلا من الحاجات اللي حصلت دي. يعني قصدك للأجانب اللي حضروا التدشين؟ حضروا أي ذلك يعني مشرفين أو يعني عضوية يعني شرفية، أي المدعوين يعني هم مستمرين في الصفحة. يعني دي الحاجات يعني ممكن يعني أنا التكريم الأدباء والكتاب وكذا، يعني هل هذا شرط أساسي؟ يعني دي من الأهداف الأساسية أن تكرم تكون اتحاد؟
إنك تكرم الأدباء والكتاب؟ ما هم أصلاً بأعمالهم هم بتكرمهم. يعني إذا الشخص ما وصل لمرحلة التكريم أنت هتكرم؟ إذن دي حاجة مفروغة منها، يعني ما عندها لازم مكان. بعدين الحتة اللي اتفق معاهم فيها هو دورهم يعني في تعزيز الحريات والحقوق يعني. بس يعني وكيف مثلا انت تقول مستقل وما عندك علاقة بالإناي، وبعدين تجي عفوا في الحريات والحقوق تدخلها ضمن تعزيز الاتحاد، سيعزز دور الحريات والحقوق؟ والله يعني ما يعني دي على حسب فيها قولات، لكن يعني اللي هي الحاجة الغريبة انه المفاهيم الوطنية السليمة في الوسط الاجتماعي. هو شوفي البيان فيه حاجات كثيرة أستاذة شريفة، وانت أشرت إلى هنا، لكن أنا برضو داير أجي انه الاتحاد هسي حسب بيانه اللي يعني انت بتقولي من الناحية العلمية والمهنية أصلا ما في حاجة تلم الكاتب مع الإعلام، إلا أن يكون الكاتب والإعلامي هو عنده قدرات زي ما قلتي فيخش هنا وهناك، لكن ده ما يعني أنه اتحاد واحد، كل جسم براوة، اتحاد الكتاب واتحاد الأدباء، وبرضه في ناس ذاته الكاتب والأديب ليس هو الكاتب والأديب، في فرق بين الكاتب والأديب، وإن كان دي أحياناً الأيديولوجيا تحددها. لكن شوف أنا لكن دقيقة معلش هاي أكمل هاي. لكن الشيء الغريب أنه الاتحاد وإن كان اسمه فوق اتحاد الكتاب الإرتريين بالمهجر، لكن جوا لام حاجات كثيرة، كتاب وأدباء وإعلاميين ومفكرين ومنتجين وشغالين في المعرفة والمؤرخين وكذا، يعني أيوة. المسألة هذه هل تفتكري هي يعني انت قراءتك لها شنو كونه يلم ما عارف ما كنت ما كنت جايات في الموضوع ده. أول حاجة ما هي المعايير والضوابط؟ يعني أي اتحاد ولازم يضع المعايير والضوابط اللي بتحكم المسألة يعني. وبعدين المشكلة إنه نحن فاكرين إنه مثلا كله كم نفر كده 5 أنفار ممكن يكونوا اتحاد أو جمعية، لكن المشكلة إنه الاتحادات دي ذاتها الاتحادات هي يعني بتخضع للتشريع. يعني إحنا عندنا في الإعلام وأنت زول إعلامي عارف إنه في حاجة اسمها التشريعات الصحفية. التشريعات الصحفية دي هي بتضبط عملية النقابة، ولأنه النقابة دي بيخش فيها شنو حماية الصحفي وحماية المهنة وتطويره. يعني ما شرط إني أنا بس يكون عندي عضوية عشان يعني أقوم أمشي مثلا أطلع يعني مثلا في مؤتمر ولا عشان أعمل كده، لا، عندها واجبات بتقوم بها، أهمها إنها أول تطوير وحماية المهنة وحماية الصحفيين يعني ودعمهم في وقصاد منه قصاد حتى السلطة الحاكمة. يعني مثلا ما بس يعني الانتهاكات اللي بتتم من هنا ومن هناك، لا، انتهاكات مثلا حسي نحن عندنا الصحفيين المرميين في السجون ديال، إذا كان عندنا نحن اتحاد قوي المفروض أن نحن كل شوية والتاني نمشي نصدعهم مظاهرات، نكتم فيهم، نشتكيهم لمنظمات دولية نعم تفضل أستاذ. فالحاجات دي يعني هم ما خاتلنا في الاعتبار، يعني إنه فاكرين الحكاية يعني ماشى يعني كده ساكت. يعني في قوانين وقوانين تحكم المسألة أول شيء. بعدين تاني أنت لما تجي تنادي لفكرة بتاعت اتحاد لابد أنك أنت أول حاجة من الملاحظات الموجودة يعني أنه المكتب التنفيذي كاتبين كده المكتب التنفيذي والمجلس ما تعرف إيه من وين جودي؟ من أين أتى هؤلاء؟ مين اختار المكتب التنفيذي والمجلس واللجنة التنفيذية؟ أيوة، هو ده هنا يكمن السؤال. أول شرعية الاتحاد تكلمنا فيها وانتهى. أسي الشيء الثاني المفروض أن احنا نتكلم عنه القيادة دي ذاتها جات كونت نفسها وقالت هي المكتب التنفيذي وقالت ذاك مجلس الاتحاد وكده، منو اللي اختاره؟
لحد يوم الليلة نحن باعتبارنا رابطة ناشئة وبعدين نعمل في المجال ده، ما أطلقنا على نفسنا نحن مكتب تنفيذي ولا مجلس ولا كده، لكن قاعدين نقدم ورقنا على اعتبار نحن لجنة تحضيرية. نعم. هم لو كان قالوا إن هم لجنة تحضيرية وبعد كده دعوا لجمعية عمومية، جاء والما جاء ده على كيفه، وتكونت الجمعية العمومية دي من الناس ديل، وهم يعني في خلال الجمعية العمومية يدعوا لمؤتمر، ومن خلال المؤتمر ده يختاروا يعني قيادة للاتحاد، يتقسم لمجلس إداري ولمجلس تنفيذي أو مكتب تنفيذي، المفروض يتم كده، لكن ما حصل. طوالي هم بيقوا مكتب تنفيذي ومجلس إداري وما بعرف شنو، والكلام ده ما صح يعني إحنا بعدين هم بيسمنا قاعدين نتكلموا يعني الليلة. لو كان يعني مثلا جمعية ساكت، يعني مثلا والله جمعية الرسامين، جمعية الأدباء كده، يعني جمعية صغيرة يعني على قدرهم، ما كان في زول سألوا، لأنه من حقهم يكونوا جمعية عشان يطوروا نفسهم زي ما قالوا. لكن عشان أنت تجي تتكلم بكل الصحفيين الموجودين في المهجر أو بكل الكتاب الموجودين في المهجر، أنت ما من حق تحكمك تشريعات ونظم ولوائح. هم ما اتبعوا النظم ولا اللوائح ولا التشريعات الموجودة. دي مادة بتدرس في الجامعة، التشريعات الصحفية. نعم نعم. طيب ما يتعلق بالعضوية الآن، ما يتعلق بالعضوية، نعم، حتة صغيرة في المكان ده صبر. أنا ما ممكن يكون رئيس الاتحاد مزاول لمهنة تانية، يعني مثلا الناس القاعدين مثلا في قطر، القاعدين في دبي، ده المزاولين كده، خلينا القاعدين في مصر ده لاقيين، لكن القاعدين في قطر وفي والإمارات هم مزاولين لمهنة تانية. أوكي؟ ده في العضوية أنا قاعد أتكلم معك. نعم. إذا كان أنت مزاول لمهنة تانية، في اتحادات ذاته ما يقبلوه عضو في الاتحاد، مش تجي رئيس وفي الإدارة، لأنه قوانين بتكون تقول لك إنه اللي هو يعني مثلا رئيس الاتحاد أو الموجود في المجلس الإداري أو التنفيذي للاتحاد لا يسمح له بمزاولة مهنة أخرى. أصلا هو ما يكون عنده مهنة أخرى غير مهنة الكتابة وكذا عمليا يعني. لا، والأدهى من كده داخل الاتحاد ما في أجهزة إدارية تانية، يعني في مهن إدارية في داخل الاتحاد ذاته لا يسمح لك بجمع بين رئاسة الاتحاد مثلا أو سكرتير الاتحاد وتكون مثلا مسؤول من أي حاجة إدارية في داخل الاتحاد، يعني مثلا تكون في مكتبة، تكون في أي حاجة دايرين رئيس مكتبة هنا، والله يا أخي أنا ما متخصصي، عندي برضو تخصص تاني فبعرف فوق المكتبات، أي مثلا أكون أنا المدير بتاع المكتبة، لا ما في كلام زي ده، يعني لا يسمح لك بالجمع بين الوظيفة وبين. بعدين في صحفي مزاول وفي صحفي غير مزاول، حتى بالنسبة للكتاب يغيموا أنت 200 تكون يعني عضو في داخل الاتحاد، يعني مثلا اتحاد الكتاب، أنا ما دارس كل البلدان وعشان ما داير أخش في مشاكل، لكن في دول عربية يعني حتى لما تجي تقدم أنت تقدم طلب، تكتب طلب تقول والله أنا داير يعني أحوز على عضوية أو كده أو انتسب للاتحاد، فهم بيدرسوا البث في القرار يعني على حسب الرأي الجهة، وبعد ذاك تكون محتاج لتزكية من على الأقل من 3 أدباء معروفين وفي الوسط وعاملين فيه ولهم يعني أدبهم الغزير، وهم إذا زكوك بعدين كنت ممكن يكون تحصل على العضوية في الاتحاد. يعني إحنا تعال نشوف من يوم ما دشنوا الاتحاد ده كل من هب ودب دخل،
بعدين الكتب ذات بتتكتب عندها معايير، ما كل واحد كتب كتاب طلع بدا اديب. في نقاد بينقضوا الكتب دي، ما في ناس ادباء مغمورين. انا بمشي بقروشي بكتب كتاب بدفع للمطبعه بقول لها اطبعي لي والمطبعه تطبع، هل ده يعني ان انا بقيت كاتبه؟ ما يمكن القراء ما انا قاعد مردوم في المخزن في البيت بتاعي مثلا ما توزع. ففي معايير، في معايير حتى للكتاب، ده كله ما في. وفي معايير للصحافه طبعا طبعا. اي اذا كان يعني في دول حتى القاري اعلام يمتحن الشهاده، يمتحن الغيط الصحفي. يا نعم القاري اعلام صح، يعني ما كل الطلبة دخلوا في كلية إعلام وفي الآخر حيطلعوا لنا صحفيين ولا إعلاميين. إذا هو ما ممارس المهنة أو ما يعتاش بمهنة الصحافة، ما في ناس دخلوا يا أستاذ بس عشان المجموع دخل المجموعة وصحبة كده أو صحبة كده يعني. أي دخلهم الكلية وبعدين في الآخر ما قدروا ينجحوا إنه يكونوا صحفيين. يجي مثلا يقول أنا المهنة نعم ما يزود. أول حاجة تطلع من المجلس الصحافة والمطبوعات تطلع إذن بالجلوس للامتحان للغيظ الصحفي، هم يشوفوا يسمحوا لك ولا ما يسمحوا لك. بعد ذلك أنت بتقعد للغيظ الصحفي تمتحن في مواد معينة، إذا نجحت فيها يدوك الغيظ إنك تكون ضمن الصحفيين والمزاولين. إذا سلمنا جدلا إنه دايريننا لما الاتحاد بتاعت الكتاب والإعلاميين، لكن حتى الشروط ما متوفرة لا في الإعلاميين ولا في الكتاب. طيب العضوية، العضوية الآن العضوية كيف تسير؟ أنا حسب ما فهمت أنه على موقع الفيسبوك مجرد ما أنت تكتب إعجاب أو هنا يبتاع أنت مباشرة أن تكون عضو. حتى الأسماء المستعار. نعم بالله كده تحدثين عن العضوية وملابساتها كيف اليوم؟ والله طبعا العضوية دي مثلا بالنسبه للاتحاد الكتاب، هتكلم عن اتحاد انا كانت واصلت معاه في موضوع وبعدينك عايزه اقرا لك نص كده. تفضلي. هتشوف يعني مثلا الحكايه دي ماشيه كيف عشان تعرف سلك بيض ساي. نحن ما بننتقد من أجل الانتقاد ولا نحن يعني مثيري جدل، لكن لما الحاجة تمشي على وصولها ما عندنا كلام. دي نغابة لصحفيين وإعلاميين في بلد ما هنا في المهجر. كويس. أحد ما قدم للطلب فقام قالوا له شنو؟ دقيقة بس عشان أطلع النص. أوكي. مشاهدينا الكرام، لازلتم مع الرئيسات الفضائية المستقلة، والمتحدثة إليكم ضيفتنا هي الأستاذة شريفة عثمان الكاتبة الصحفية الإعلامية والناشطة السياسية. بنتحدث في حلقة من برنامج اتجاهات، ونتحدث عن اتحاد المهجر حيث تضعه تحت المجهر، ودي الحلقة الثالثة وسنواصل الحديث مع من يعنيهم الأمر. هل لقيت النص أستاذة شريفة؟ أيوة. تفضل. هو هنا يطلب يعني عضوية في اتحاد في نقابة الصحفيين والإعلاميين العرب، ما دارس كرة المغرب بتاعها أوكي. لكن موجودة هنا في أوروبا. فهو بيقول له إنه يعني إنه ما ممكن أنت يعني نقبلك، يعني هو كاتب مقال. فقام قال له المقال أحد أنواع الفنون الصحفية، وكاتب المقال مثله مثل المحرر، وكاتب التقرير والتحقيق. ده طبعا هو محتج عنه، لو كان في دولته من حقه انه يرفع قضيه على الاتحاد. فهمت؟ يرفع قضيه لانه ده يخش في التشريعات الصحفيه. نعم. فانت من حقك اذا توفرت فيك الشروط تقدم طلب مكتوب، اذا ما قبلك رئيس الاتحاد طوالي انت تقدم تشتكيه في المحكمه. جميل. المحكمة تدرس الوضع، إذا شافت إنك تستحب
فهم طوال يلزموه للرئيس بانه وممكن يعني تقع عليه عقوبات يعني. فالمساله ما لعب يعني، فهو قاعد يقول له كده، قام قال له وهذا ايضا بعد ان يصبح صحفي ده النقيب. هو قال له يا اخي ما ممكن، قال له ليه انا ما كاتب مقالات، حسي كلهم هم كتاب مقالات. فقاعد يقول له، يقول له شنو؟ قال له يصبح صحفي ويمتهن ما يشاء من أنواع المهن الصحفية، ونحن نتحدث عن منح العضوية في الأصل وهي الكاتب ليس بصحفي، وعليه التوجه إلى اتحاد الكتاب احترام. أوكي؟ حسي ده تاني رجع قال له كلامك صح، لكن الكاتب المقال والتحقيق وشنو يعني لسه هو يعني بطالب. فهو ده بيقول له لا، أتحدث عن الصفة العضوية ومن يستحقها من الصحفيين. نعم، وده مربط يعني بالفرص. كاتب المقال ليش ما ممكن يكون يعني يكون صحفي؟ لأنه في مدرسين اللغة ما يجيدوا اللغة العربية مثلا، أو في واحدين إذا في صحف إنجليزية يجيد، لكن هم ديل ما مسمح لهم إلا إذا كان يزاول المهنة صحفية. المهنة زي ما مش لأنك أنت مجرد كاتب يعني أو تعرف تكتب يعني. نحن مشكلة إنه الإعلام البديل أو يعني فيسبوك وكده يعني كل زول يجيد اللغة العربية ويجيد الجدل والحجة ويعرف كيف يكتب مقال يجي يقول لك أنا يسمي نفسه صحفي وكاتب. أيوة، أنت إذا حسي مثلاً الكاتب الحر مثلاً دي اللي نحن نسميهم فريلانس، الفريلانسر دول هم يعني عندهم رابطة داخل هنا داخل بعض الاتحادات الصحفية بيهم يعني. نعم مثلاً حسي في السويد هم عندهم رابطة لوحدهم أو اتحاد لوحده، ما داخلين في اتحاد الصحفيين السويديين يعني، عندهم يعني هنا مستغل يعني اتحاد مستغل يعني الفريلانسر. ايوه، فحسي انيشنا كمان كاتب المقال لا يعتبر صحفي، وهنا هم قاعدين. وهل يعتبر كاتب كاتب المقال على الفيسبوك؟ هل يعتبر كاتب؟ ما يعتبر كاتب برضو، بس عشان المجال ما يسمح بلا. كان عندي برضو نص فيه حاسن نقاش في واحدة من النقابات العربية بين الـ بين الـ بين عضو مقدم انه عايز او شخص يعني مش عضو عايز يحصل على العضوية ورفضوا له، لانه هو المفروض اول حاجة يكون عنده يعني كاتب كتاب وليس مقال وليس مقال. استاذة شريفة، يعني هسه قال من دور من الادوار التي سيقوم بها الاتحاد، حتى لو مشينا بس على البيان اللي اصدره، وعلى انه رغم انه يقول مستقل وتحدثنا على الحته دي وهبشنا يعني الحريات والحقوق، الليله نفترض يا استاذ شريفه وهو صحفي بالمهجر مثلا، اتحاد الصحفيين الايتريين بالمهجر، الان تعرض اي صحفي لمشكله او لظلم حقوق يعني او انتهكت حريته كده، يعني ماذا بمقدور هذا الاتحاد؟ كيف يمكن أن ينصف هذا الاتحاد الصحفيين الكتاب الأدباء كل الخلق الدخلهم والمفكرين والمنتجين والمؤرخين وهكذا؟ والله طبعا ده يعني ما حاجة ما عادية يعني، مثلا أنت تخم المهن كلها وتدخلها يعني في إطار واحد يعني الاسم شنو ده للصحفيين، نحن حددنا منهم والامور حقتهم بتمشي كيف، وفي منظمات صحفيه بتحدد لك يعني. مثلا لما انت تجي تقدم مثلا اتحاد الصحفيين الدوليين او تقدم لاتحاد الصحفيين العرب، هم بيطلبوا منك شنو؟ بيطلبوا منك بطاقه مهنيه. انت مثلا بتشتغل في تلفزيون، تجيب لهم من التلفزيون اللي انت شغال فيه وتجيب لهم بطاقه العمل بتاعتك الكارني اللي انت بيحدد انك انت شنو. والله مخرج في مثلا في التلفزيون السويدي
والله انت قاعد في استراليا، انت مثلا كاتب سيناريو مثلا او صحفي في جريده، البطاقه دي تجيب لهم بناء عليها انت عندك عضويه في اتحاد الصحفيين العرب، عندك يعني عضويه في اتحاد الصحفيين الدولي. ما عدا كده ما عندك عضويه. نعم بس كده نجي انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه، عن تجربتي الشخصيه. انا جيت السويدين وجبت لهم شهاداتي وجبت لهم حاجاتي وقلت لهم انا دايره التزم في الاتحاد بتاعكم، قاموا قالوا لي للاسف الشديد احنا ما نقدر لانه انت ما بتعملي في وسيله اعلاميه في السويد. ما تزاول المهنه. ما مزاولة، أنا قاعدة. حتى أنت في بلدك هناك عندك فترة 5 سنوات، إذا ما زاولت فيها تشطب من النظام. حتى أيوة، حتى في الشرق الأوسط. أي طيب، هذه سؤال يطرح نفسه كريفة. هل نعم. يعني وصل لي معلومتك إنه هذا الاتحاد تم تسجيله في اتحاد ما مثلا، اتحاد سواء اتحاد الصحفيين العرب، ومن الناحية القانونية أنت بتشوفيها كيف؟ إذا في اتحاد له عضوية، اتحاد الجبهة أو اتحاد زي ما ذكرتي أستاذ كهال وعلى خير عثمان على خير، يعني هل إذا تقدم هذا الاتحاد إلى عضوية في اتحاد الكتاب أو الصحفيين العرب أو المفكرين أو المنتجين أو سمي ما شئتي، هل يقبل هذا الاتحاد؟ طبعاً. وماذا وصلت من معلومات؟ هل تقدموا ولا قاعد في نفسه؟ أنا تواصلت مع عبد القادر ميكا عشان أسأله من التدشين، وهو بارك الله فيه وراني وقال لي يا أخي أنت مدعوة وكذا. قلت له ليه ما اتصلت علي من بدري؟ فهو برر لي مبررات وبحتفظ بها لنفسي، لكن قال لي نحن خلاص سجلناه في هنا في السويد. فأنا اندهشت لكن ما حبيت أناقشه يعني، لأنه أوريدي هو ما محتاج لي رأيي يعني، لكن هو سجل وقال أنا طيب حأوريك رسالة، حأوريك رسالة. معلش الزمن شوية قاعد يمشي في حاجات زي دي، لكن حأوريك رسالة دلوقتي بنتناقش. والله نعم. ممكن أقول لك بس بسرعة ما في داعي طلعها، لكن يعني أنا لما جيت هنا في السويد وقدمت ورفضوني، أنا عندي صديقة صحفية سويدية وقمت التجعت لها وهي حاولت هنا وهناك وما قدرت، وبعدين في الآخر كنت دار أقرأ لك النص اللي هي مرسلة لي، هي بتعتذر بتقول لي والله أنا متأسفة يا شريفة بأنه أنت ما قدرتي تكوني عضوة في الاتحاد، لأنه دي قوانين، والقوانين دي فعلا يعني مرات بتكون جائرة يعني وطأة بيكون يعني صعب على مثلا الإنسان، لكن في النهاية نحن ما قدامنا غير إن إحنا نستسلم يعني، لا بد من توفر الشروط المعينة حتى إن أنت تقدر. أنا حاولت تسجيل رابطة الإعلاميين وصحفيين اللي يجرين هنا في السويد وتعرضت للفشل. هم ما عندهم مانع يعني، مثلا ممكن تجي انت تعمل جمعية 10 أنفار تجي تمشي تسجلها في المدينة اللي انت قاعد فيها باعتبار انه ده نشاط للكوميونتي بتاعك يعني، ما عندهم مانع بيسجلوه لك، لكن ليس معترفا به كاتحاد يعني، الدولة اللي انت قاعد فيها ما بتحترف لك بانه ده اتحاد. أنا ما سمحت يعني إنه هم يعني تواصلوا مع يعني منظمات تانية، لكن بالنسبة لنا نحن طبعاً كنا مقدمين وطلع علينا يعني قرار بإنه يحطونا العضوية، لكن توقفت بسبب يعني النقيب السودانيين السابق اللي هو صادق الرزاقي، ونحن ما عارفين حسياته يعني اللي يوقف بها يعني قرار، وحتى طعننا في القرار ورسلناه لاتحاد الصحفيين العرب، وموجود الكلام ده مثبوت في الكتيب كويس، انه هما معطيننا اي محاوله لانه
استخدام القرار ده نحن حنطعن فيها، لأنه نحن مثبتين من هو الذي يتواصل باسم رابطة الإعلاميين والصحفيين الإريتريين مع الاتحاد. يعني أي شخص تاني يجي يخش يعتبر ده انتحار. بعدين بالنسبة للناس اللي بيقولوا يعني صحفيين صحفيين، والله في دول يعتبر ده جريمة انتحار شخصية. يعني كونك انت تجي تقول أنا صحفي عشان انت كتبت لك حبتين فوق الفيسبوك، ولا ما بعرف كتبت لك في موقع إلكتروني مرة مرتين أو نشروا لك مرة، فتجي تقول انت صحفي، والله ده في بعض قوانين الدول يعتبر انتحال شخصي. الناس دول اذا هم في المحك، يعني طبعا انا ما بطعن في كل الناس وما بتكلم في كل الناس، لكن قاعد اقول الطريقه اللي اتبعت ما صحيحه، الطريقه اللي اتبعت والماشيه ما صحيحه، وبالعكس بتخطهم في ازمات، مع سواء مع الصحفيين والادباء الإريتريين أو سواء مع المحيط. بعدين كده لما تجي تقدم لقدام يعني مثلا لعضوية، زي ما طالبونا نحن بعضويات يعني بطاقات قصدية للعضوية بتاعتنا، أي واحد نحن قالوا تحت جبناه لهم بالاسم لابد إنه يجيب لنا بطاقة من مكان العمل بتاعه مع مرفقة مع الطلب، صورة للبطاقة مرفقة مع الطلب. ونحن قلنا لهم المجال ما اعتبرناه معانا، يعني ما اعتبرناه يعني عضو في رابطة الإعلاميين والصحفيين الإريتريين باختصار. طيب يعني هسي يعني من كلامك يعني الاتحاد تقريبا هو ما مسجل، وطالما هو اتحاد المهجر لابد أن يكون مسجل بالمهجر، وأنا ما عندي معلومة، لكن أنا بس قلت إنه لو في، فلنفترض انه صحفي او كاتب يعني اتعرض لمشكله، هذا الاتحاد ما هي اليات الحمايه بالنسبه له؟ حيدافع عن حقوقه كيف وعن حرياته كيف وكذا يعني؟ فده كان اولا انت لما تكون اتحاد لابد انه تقرر دفع اشتراكات من العضويه، تحدد على حسب البلد الموجود فيها. والله انت موجود في السنه مثلا ممكن تدفع في دول $500، في دول 200، في دولة ما عندها شيء $50، وممكن أقل كمان، يعني مثلا زي الناس الموجودين في السودان يعني أغلبهم يعني كده، يعني الظروف بتحت هنا الوضع وكده. فيعني من هذه الأشياء أنت بتكون تكون عندك محامي، المحامي ده هو بيكون حاضر على أساس أنك أنت يعني يدافع لك عن مثلا تعرضوا للانتهاكات بالضرب او مصادره الكاميرا ولا كده والاشياء زي دي، او حتى يعني مثلا تعرضت للسجن وكده، هو بيترافع عن الزول ده لحد ما يطلعه من السجن وكده. اما اذا كان يعني الحاجه كبيره شديد زي الصحفيين حقنا الموجودين في الداخل زي ده، يعني انت طبعا لما تقوم تسجل في اتحادات ثانية، انت ذاتك في اتحاد إريتريين في المهجر لازم تدفع اشتراكات. الاتحاد الدولي والاتحاد الصحفيين العرب ما هي يعني يقدموا لك الحكاية دي ساكت، يعني لا، انت حتدفع لهم برضو اشتراكات. بناء على الاشتراكات اللي انت بتدفعها دي هم كمان ممكن يعني يساعدوك بانه يقدموا لك خدمات، يقدموا لك محامين وكده. بعدين حكايه الكتاب ذاته، وحدين اشاروا على ان الكتاب ياتوا نوع من الكتاب، ومن هم الكتاب؟ وباي لغه يعني؟ فلما تطلق العنان كده يعني الاتحاد ده، في وحدين قالوا في تعليقاتهم لو كان سموه اتحاد الكتاب والإريتريين بالمهجر العرب مثلا، ولا المهتمين بالكتابات العربية والصحفيين، يعني بالله بس لو أخذنا بالكتاب، يعني الكتاب ما في ناس بيكتبوا بلغات غير العربية، لغات الميجر دي ذاتها، لغات الميجر الدنيا الكثيرة دي الموزعين فيها، صحيح من لغاتنا ذاته وقومياتنا الهناي، يعني لما هناي هسي ليلة واحد لو طلع عليك بالعبري مثلا، طلع عليك بالسويدي، طلع عليك باليوغوسلافي مثلا، بالالماني،
دائما بيكون عندهم روابط. ما قلت لك الاتحاد ده كبير، بيكون هو بيكون رابطة الاتحاد ورابطة مثلا الكتاب اللغة الروسية رابطة الكده يعني. بيكون تحت هذا الاسم الكبير ده اتحاد الكتاب الإرتريين بالمهدي عشان تلملك الدنيا. أنا قلت في الحلقة الفاتت قلت والله أعظم دولة اليوم أمريكا مثلا بكل قدراتها والله لا تستطيع أن تقود هذا الاتحاد بهذا الاسم الهلامي الكبير اللي دخل فيها كل الخلط يعني. هم ما عندهم ميثاق، ميثاق الشرف المهني ما عندهم، وما عندهم لائحة العمل الداخلي أو النظام الأساسي، وما عندهم لائحة داخلية تحدد العضوية. ما دام هم ما عملوا الحاجات دي والله ممكن يشيلوا معاهم اي حاجه، حتى الكذب في شارح في جريده في طرف جريده حيخش معاهم. لانه ما فيش تحديد. اللي بيحدد شنو هو؟ انك انت تقعد وتعمل الحاجات دي، تعمل لك ميثاق الشرف المهني وبيحدد اخلاقيات المهنه، عندك النظام الاساسي، عندك اللائحه الداخليه وهي بيكون فيها العضويه، من هو الصحفي، وبعدين هنا ده ومن هو الكاتب. بعدين زي ما قلنا اول هم الامين الشتيتين، والكلام ده ما بينفع، لابد انه يفصلوا الصحفيين من الاعلاميين. وطبعا كان مبرر انا سمعته انه كانوا هم لانه اتصلوا بالكهال، وده اتحاد مثل تواصلت مع الاستاذنا الكبير الكاتب ابو بكر كحال، وقال لي والله يا جماعه دول اتصلوا علي وانا باركت لهم، باعتبار انه هو ده اتحاد مستقل يعني ما عنده علاقه باتحاد الكحال. فايش اللمه الشامي مع المغرب؟ ليش انت بتكتب لسه اتحاد الادباء والاعلاميين والله صحفيين؟ ما هو ده ما اتحاد الكحال، ده اتحاد انت عملته جديد، وفعلا عشان كده مركت دشنته. وإلا إذا كان الاتحاد القديم بتاع الكهال لا يحتاج لتدشين. بس الآن أستاذة شريفة، كيف أولاً التفاعل كان كيف تفتكري؟ وهل في اتصالات تمت بينك وبين عدد من الصحفيين أو الكتاب وملاحظاتهم حول هذا الاتحاد أول حاجة؟ والله في ناس طبعاً تواصلوا معي، خصوصاً اللي هم تحت إطار رابطة الإعلاميين والصحفيين الإريتريين، وقام وقال لي يعني ده الاتحاد ده يعني معناته انه خلاص اتلغى بتاعنا يعني. لانه طبعا احنا كان اصلا الهم شنو؟ انه الصحفيين ما يقوموا يعني يشرزموا زي ما حاصل بالنسبه للوسط السياسي. ف يعني كان العمليه ان احنا كنا دارين على الاقل نكون عندنا قوه اللي هي قوه الصحفيين وقوه الكلمه وقوه الصحافه. فعشان كده هنا فظهرت يعني مثلا زي يعني مثلا كل شويه الثاني خمسه انفار يقولوا يعني والله اتحاد صحفيين وكده، يعني زي عمليه يعني مثلا ايش معنى يعني ليش معنى ده لا تكون ونحن ليه ما نكون، يعني ما في الفهم بتاع انه ان احنا المفروض نكون يعني في اطار واحد ونعمل مع بعض. فانا بستغرب مثلا يعني مثلا زي الجماعات اللي كونت الاتحاد ده يعني عمرهم في العمل الصحفي، انا ما بقول كلهم لكن بعضهم المتزعمين الشيء يعني يا دوبك يعني تجربتهم قطع في المجال ده. طيب يعني في ناس في المجال ده، انا مثلا عندي 27 سنه بشتغل في المجال ده، ويعني كان داير خبره اوكي، اذا داير يعني شهادات اوكي. طيب انت من اول فرستني يعني انا طلعتني برا، هل ليش الشنون ما خلاني اكون انا تحت الدائره بتحت يعني في اختيار النازل؟ وين الشروط اللي انت وضحتها وانا ما طبقت عليه؟ ثانيا في مبادرات موجوده، ايه ما هي المعايير اللي بتخليك انت احق مني مثلا في انك انت تقدم مبادره والناس تيجي عليك تدشنا، والمبادرة الموجودة دي والناس ساعية فيها وعلى الأرض وأخذت اعتراف من منظمة إقليمية، وإنت يعني تتغاضى عنهم وتمشي تعمل حاجة جديدة غير شق الصف؟ أنا ما أعرف حاجة غير كده.
ده هو دي جامتي يعني بالنسبة لل. طيب توقعك مستقبل هذا الاتحاد شنو في إطار هذه الملابسات وعدم الأخذ بأسباب الأسباب العلمية مهنيا وفي نفس الوقت برضو حقوقيا يعني؟ والله والله هم إذا أصلاً عاملين الحكاية دي أولاً عشان يعني مثلاً زي ما أهم شيء بالنسبة لهم أنا ما عارفة يعني هم أول حاجة هدف خاطينه إنه هو المجتمع عشان يغرسوا الوطنية الأحاسيس الوطنية ولا حاجة زي كده في في المجتمع. أنت ناشط، أنت إنسان متخصص أخصائي اجتماعي ولا كاتب؟ المهمة دي لما تكون نمبر وان معناتها إنك تزول مهتم بالجانب الاجتماعي يعني بالمجتمع ومشاكل المجتمع وحاجات زي دي. لا، أنت من خلال كتاباتك وحاجاتك وممكن أنت تشارك في إنه يعني تغرس الهمم دي وتغرس يعني لكن ما أنت الهدف الأساسي لك هو ده. دي ما هو شريفة جاية في إطار الأهداف المتعددة وأهمها قالوا حسب البيان وقدامي البيان بيقول لكن هو خدتنا أهداف الهدف الأول. لا أي لا, لا هو أي أهداف متعددة، أهداف متعددة كثيرة وأهمها قالوا شنو؟ غرس المفاهيم الوطنية السليمة في الوسط الاجتماعي الإريتري عبر إقامة البرامج والفعاليات. نعم سبحان الله. فزي ما قلت يعني أنا بقول شنو، هم إذا دارين يعني مثلاً يعملوا معالجة أول حاجة يبتدوا الحاجة الصحيحة، إنه أولاً لابد من إنشاء يعني مثلاً نظام أساسي وبعدين اللائحة الداخلية، واللائحة الداخلية لازم يحددوا فيها من هو الكاتب، وبعدين ما يلموا كل الناس زي يعني ما معقولة التخصص، العالم قاعد يتجه للتخصص. ما هو ده أنا حسي قاعد أقول لك إنه الناس مثلاً الفريلانسر ديل عندهم في السويد يعني اتحاد غائم بذات. ما معقول أنت حتجي تلم حتى المؤرخين وحتى لا، أنت خليك يعني متخصص أكتر، يعني كل ما لميت الحكاية كل ما أنت تحددت الأهداف بتاعتك ونجحت في إنك يعني العضوية وبعدين تعمل جمعية عمومية وتكون في حرية وشفافية. أيوة. لأن هم بيقولوا ذاته ضمن حاجاتهم الشفافية هي شعارهم، هم بيقولوا كده الشفافية شعارهم، وأعمل هناك بعدين أعمل انتخابات حرة ونزيهة. أيوة. وشفافة. تنادي كل الناس، تنادي كل الناس يعني هم يعني مثلا الليلة أنا كيف أكون أنا مثلا والله شريفة عثمان هي كاتبة لكن فلان الفلاني مع إنه مقالاته كثيرة وقاعد يكتب لكن هو ما كاتب، لا هو الأم في الصحفيين ولا الأم في الكتاب. ليه؟ لأنه التعريف الجامع المانع هو اللي بيحدد من هو الصحفي الكاتب الصحفي ومن هو الكاتب الأدبي، يعني سواء ينتمي لذيل ولا لذيل لازم يكون في تعريف. التعريف ده هو اللي بيحدد منو اللي يخش تحت إطار يعني يعطوا منظمة يعني. وبالتالي احنا عندنا ناس كتار للأسف الشديد لا يشملهم التعريف الكاتب ولا يشملوا التعريف الصحفي. نعم. وهم موجودين يعني في الموضوع. نعم. أستاذ يعني. شريفة أنا سعدت بلقائي معك ونورتينا ونورت المشاهد الكريم حول يعني المفاهيم ذات الصحيحة ما يمكن أن نطلق عليه اتحاد الكتاب أو جماعة أو نقابة الصحفيين وهذا الاتحاد الوليد وعلاقته أو قراءتك برضو للاتحادات السابقة والملابسات الجات في إطار عملية التدشين وبرضو أديتينا قراءة وتوقعك للمستقبل وكيفية معالجة ما 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 ما, ما وقع فيه زملاء من أخطاء ولأنه هو شأن عام. شأن عام هذا الشأن الثقافي الكتابي يعني يعتبر أرقى أنواع العمل والتعاطي الإنساني
مفروض تكون التعامل عبره يكون برضو فيه قدر من الشفافية والصراحة والحرية والمصداقية. عندك مداخلة أخيرة أستاذ الشريفة نختم اللقاء؟ في حتة صغيرة كده بس اللي هي كان يعني مثلا بعض مثلا بعضهم يقول لك مثلا إنه مثلا العقاد يعني هو خريج خامس ابتدائي ولا حاجة زي دي وإنه هو ما دخل كلية إعلامه هناك، لكل قاعدة شواذ، والشاذ ده يعني إحنا ما ممكن نكون من قاعدة، يعني ما ممكن الليلة يعني حتى الكحال هو تجربته من خلال التنظيم ما طلع من الجامعة يعني، لكن عنده خبرة في المجال الصحافة لأنه كان في ليبيا وفي الجرائد بتاعت المغرب العربي كان يكتب، يعني معناته هو دخل من جانب آخر. يعني إحنا ما بنرفض مثلاً الناس الدخلوا عن طريق الخبرة في المجال الصحفي، لكن الخبرة حقتهم تكون أكثر من 5 سنوات. ما ممكن أنت اشتغلت في جريدة شهر وتوقفت لك 5 سنين تجي تقول أنت صحفي، لأنه المزاولة لابد من مزاولة المهنة، ده الشيء أساسي. يعني بالنسبة لنا نحن كمتبادرين يعني ودي لجنة تحضيرية لا تنفيذية ولا هنا، نحن فاتحين أبوابنا للناس عشان يجوا ويواصلوا معنا. رابطة الصحفيين والإعلاميين الإريتريين. نعم. وما دايرين نحن بعد ما يعملوا الجمعية العمومية ما ينتخبونا ويجيبونا في الرئاسة، يعني بس دايرين نوصل الصحفيين ديل عشان يكون عندهم كيان. نحن إن شاء الله سنفرد مساحة أستاذة شريفة أعدك بإذن الله لنقابة وجمعية الصحفيين الإريتريين تدينا كل السيناريو الملف كامل يعني. نعم. وإن شاء الله لمزيد من التنوير. أيوة. بعدين الحكاية دي نحن ما ممكن نحملها لشنو اللي هي اتحاد الصحفيين في المهجر، لأنه المهجر ده بكرة بعد بكرة لما البلد يعني مثلا الطغمة دي تنزاح أكيد يعني حيكون عندنا اتحاد، والاتحاد ده حيضم الناس الموجودين في الخارج، يعني ما كل الناس حترجع، مثلا في ناس حيفضلوا برا وفي ناس الجوة ذاته في الظروف حتضطروا إنه يطلعوا برا ويعملوا مثلا في هنا، ففي قوانين حتحكمهم، فبالتالي ديل ذاتهم حيكونوا نواة للجاي للحاجة الجاية اللي قدام في المستقبل، فعشان كده لابد إنها تكون تخضع لمعايير وضوابط. جميل 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 وضحت. شكرا جزيلا الأستاذة شريفة عثمان الكاتبة الصحفية الناشطة السياسية، التقينا بك في الرئاسات الفضائية المستقلة للحديث عن اتحاد المهجر ووضعناه تحت المجهر من نواحي مهنية ومن نواحي كذلك يعني قانونية. نلتقي بك إن شاء الله للحديث عن رابطة اتحاد الصحفيين الإعلاميين الإريتريين، وإن شاء الله نملك المشاهد الكريم كذلك المعلومات. في ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا أشكر أستاذتنا شريفة عثمان، وهذا محدثكم أحمد شريف يحييكم ويشكر متابعتكم، وإذا عندكم أي ملاحظات وإبداء الرأي في هذا الاتحاد الوليد وفي ما ترونه كيف ينبغي معالجة هذه المسألة، نحن مرحب بكم في الرئاسات الفضائية المستقلة. شكرا لكم. تحياتي. بارك الله فيك. وتحيات الزميل عود تسفي يوهنس كداني في المونتاج والإخراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.